أنا اتفضل. السلام عليكم، تسمعني؟ السلام عليكم، أيوة اسمعك اتفضل. شلونك شيخنا؟ الحمد لله والله بخير حال. شيخنا عندي رواية. لا يا باشا، عندنا دلوقتي روايات عدم البناء على القبور عندكم، واخدلي بالك، وعدم اتخاذ القبر عيدا وتسوية القبور والكلام ده كله. فإيه رأيك في الروايات دي الموجودة في الكتب عندك؟ يعني الروايات اللي طلعوها الصرخية الكذب، لا الروايات دي صدق وموجودة في أمهات الكتب عندك. انت ايش مدريك، انت ايش مدريك يا صديق على ما تصدقها هذه الروايات، ليه يا باشا؟ تعالى ولا ضد تعالى الشيعة نقرأ صدقتها شوية، تعالى نشوف موجودة فعلا ولا مش موجودة، لأنه أمر بسيط ولا مش مظبوط انت؟ يعني انت الان تقف مع الصرخي؟ يا باشا. أنا مش بقف مع الصرخ، أنا واقف مع الحق. هل الروايات دي بالفعل موجودة في الكتب عندك ولا مش موجودة؟ صح انت قاعد تجنب روايات للصرخية، يا مو باشا. للشيعة لا ولا للعراقيل، أنا مش هذه بلزمك الروايات بروايات تقوي كذب الصرخية، أنا ابليس. بلزمك بروايات، يعني هو وسائل الشيعة ده للصرخي، كتاب وسائل الشيعة للصرخي، لا كتاب الكافي للصرخي. لا لا، طيب الروايات دي موجودة في الكافي وموجودة في وسائل الشيعة، ومن لا يحضره الفقيه. أخي هذه روايات كذب. كل الروايات دي كذب؟ نعم هذه روايات كذب طب ولو من طلعت أهل الروايات دي صح؟ السنة، هم نفسهم. طب ولو طلعت الروايات دي صح يا باشا؟ هسه تطلع الروايات صديق، تطلع الروايات كذب. الإمام علي انجدد 1000 سنة وألف وألف سنة وألف سنة. باشا لو الروايات دي طلعت صح تعمل ايه؟ هاي تطلع الروايات صح، علي يبقى علي، علي خالق الكون، علي لبيك يا علي، شو تريد؟ علي خالق الكون. اي علي خالق الكون، علي شو خالق تريد الكون. بالضبط؟ طب بص، هو علي عندكم اي علي كان خالق بياكل، الكون، علي نور الله، علي ولي الله. اسمعني بس، علي خالق الكون، علي عندكم كان بياكل ويشرب؟ راح شنو ايه؟ علي عندكم كان بياكل ويشرب؟ هسه هذا مو سؤال، هذا اعطيني سؤال يا واضح، باشا سؤال أنا واضح. علي سألتك خالق سؤال، الكون، انا قلت لك علي علي بن خالق أبي طالب الكون. عندكم كان بياكل ويشرب؟ اكيد طيب ماشي، اللي بياكل ويشرب ده مش بيحتاج يدخل الحمام؟ اكيد نفسك. جميل، يعني في الآخر الخالق بتاعكو بيدخل الحمام يشوخ الخرق على دماغك. تجاوز، قمت تجاوز، ليش مو يا عم روح يا عم، بلا تجاوز بلا بتاع بلا شغل عيال. لا ما انت لازم تديهم حاجات تقيلة كده عشان يفوقوا. والله بجد لازم الشيعة تديله في دماغه حاجات تقيلة كده عشان يفوق، فاهمين؟ لكن انت هتكلمه لا وما ينفعش، وازاي يبقى خالق والخالق الله عز وجل هو لوحده ومش عارف ايه، وما ينفعش يبقى خالق والكلام ده، ما ينفعش، لازم تداره فوق دماغه كده.